المالي بشكل رئيسي ارتفع بحوالي النقطة المئوية والواحدة، ولكن في المقابل من بعد تراجعات القوية التي شفناها للنفط كان في عنا ضغط على أسهم قطاع الطاقة، فتراجعت بحوالي النقطة ونصف النقطة المئوية، ولكن بشكل عام ارتفاعات بأقل من 20 نقطة المئوية لكل من الداو جونز، الاس ام بي، ناسداك الأمريكي حوالي 14 النقطة المئوية. في المقابل في أوروبا الآن طبعا الحدث الأبرز هو الانتخابات العامة اليوم التي بدأت بالتأكيد في المملكة المتحدة. نحن نتحدث عن 650 مقعد في مجلس العموم البريطاني. من المتوقع يعني آخر استطلاعات للرأي قد يكون بالفعل الحزب المحافظ برئاسة تريزا مي قد يحصل على الأغلبية في هذا المجلس. هو يجب أن يحصل على 326 مقعد حتى يكون عنده الأغلبية في مجلس العموم البريطاني. من المفترض أنه نسمع بعض النتائج الأولية اليوم ليلا، ولكن النتائج النهائية ستكون غدا بالتأكيد. فبالتالي عم نشوف حتى حركة شبه ثابتة ونوع من الحذر والترقب في الأسواق العالمية لهذه النتائج، على أساسها بالتأكيد يتم تحركات الستيرلينج باوند اللي شفناه أيضا اليوم على تحرك جيد من بعد كما ذكرت الاستطلاعات الأخيرة التي رشحت تريزا مي لأن يكون حزبة صاحب الأغلبية في مجلس العموم البريطاني. المؤشرات الأوروبية مع ذلك أنه تتعامل أيضا مع موضوع آخر مهم جدا، الإي سي بي يجتمع اليوم وفي عندنا بريس كونفرنس خطاب سوف يتحدث فيه ماري دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، فبالتالي أيضا اليورو اليوم ثابت منتظر أي ربما هنس أي تلميحات من قبل البنك المركزي الأوروبي عن الخطة المستقبلية في موضوع التحفيز إيقافه من عدمه، وأيضا موضوع الانترست ريت معدلات الفائدة والتضخم في منطقة اليورو. هذه هي المؤشرات الأوروبية الرئيسة. تراجعات بالتأكيد على فوتسي البريطاني بستة أعشار، كذلك داكس وكاكرانت. في المقابل آسيا اليوم، آسيا كان عندنا بعض الارتفاعات في بداية الجلسة ولكن لم تستطع الحفاظ على مكاسبها، عادت إلى التراجع بالرغم من أنه كان عندنا بيانات إيجابية من الصين. الصين تحدثتنا عن أرقام التريد، أرقام التجارة، الصادرات ارتفع 8.7%. دائما يعني أركز على موضوع الصين لأنه أرقام الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم تؤثر على السنتمنت، على الشهية وعلى نفسية المستثمر. فالتحسن في أرقام الواردات والصادرات في الصين هذا شيء يعتبر إيجابي جدا، ليس فقط للصين وآسيا بشكل عام وإنما بالعالم، لأنه هذا بيعني بأنه عندنا حركة اقتصادية جيدة. 8.7% الصادرات ارتفع، كانت متوقعة ترتفع فقط ب7%، فبالتالي لهيك الأمور كانت إيجابية. وارداتها وهذا أيضا موضوع أهم لأنه هي تستورد أيضا ارتفاعات ب 14.8%، وهنا أتحدث عن تريد بالدولار، بينما كانت توقعات 8.5%. الشنغهاي كومبوزيت متراجع بشكل طفيف لأنه كما ذكرت عنا ترقب مع ذلك. هانغ سانغ على ارتفاع ملفت جدا، هانغ سانغ اليوم كسر مستويات 26,000 نقطة صعودا، طبعا كان ما دون هذه النقطة، فاليوم مستويات 26,000 نراها من جديد على هذا المؤشر. لننتقل الآن إلى موضوع آخر، أسعار النفط بالتأكيد هي الشغل الشاغل. أسعار النفط البارحة كان عندنا تراجعات قوية، تحدثنا عن أكثر من 5%، أرقام مفاجئة جاءتنا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي أظهرت ارتفاع بأكثر بكثير من المتوقع، فبالتالي كان عندنا تراجعات قوية. ناهيكم بالتأكيد عما يحدث من تطورات جيوسياسية قد يكون لها تأثير. اليوم نعود إلى الارتفاع بشكل واضح طبعا على خفية التراجعات القوية البارحة التي شهدناها. الأرقام التي كانت قد صدرت، تحدثتنا إدارة معلومات الطاقة أنه كان في ارتفاع ب 3.3 مليون برميل، بينما كانت توقعات أن يكون انخفاض بنفس المستوى وحتى أكثر 3.5 مليون. وليس هذا فقط، وإنما أيضا قالت بأنه ارتفاع مخزون، أنه تتوقع ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام إلى 10 ملايين برميل يوميا في عام 2018. هذا يعني أنه عم تحدث عن تجاوز الإنتاج القياسي الذي سجلته الولايات المتحدة الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي عن 9.7 مليون برميل. هذا أيضا عامل ضغط كان البارحة. مع ذلك عم نشوف اليوم ريباوند، ارتفاعات من جديد، عودة للارتفاع 18 نقطة المئوية على خام برنت وأيضا WTI. الذهب الآن، الذهب البارحة أغلق منخفض مع ترقبات الانتخابات كما ذكرت في بريطانيا، وبالتأكيد حتى الآن من غير المعروف كيف سيتحرك أيضا العملات لأنه عندنا الإي سي بي اليوم أيضا، ولكن هل عم نشوف بعض الارتفاعات حوالي 10 نقطة المئوية تقريبا، بالإضافة إلى ارتفاع باقي أسعار المعادن الثمينة. عم نتحدث عن الفضة ب 13 نقطة، البلاديوم والبلاتين أيضا المكاسب الأقوى هي على البلاديوم، عم نتحدث بحوالي 17 النقطة المئوية. إلى أسعار الصرف الآن، أسعار الدولار الأمريكي وأيضا الستيرلينج باوند
ما زلنا نتابع بالتأكيد الستيرلينج باوند بالتحديد. نحن نتحدث عن مستويات هي الأعلى منذ حوالي الأسبوعين من بعد هذا التقرير الأخير اللي تحدث أنه بالفعل قد نرى تريزا مي بأغلبية في مجلس العموم. في المقابل اليورو ثابت تقريبا. نحن بانتظار قرارات البنك المركزي الأوروبي اليوم، وأيضا لدينا طبعا بالتحديد الدولار الأمريكي عم يتحدث عن أدنى مستويات أمام الين في 7 أسابيع، لأنه مع المشاكل الجيوسياسية ومع حالة عدم اليقين بيكون في التوجه للملاذات الأمنة وعلى رأس الين كما نشاهد طبعا مستويات. هلا عم نتحدث هي كما ذكرت عند 109.053، إذا تراجع بحوالي ربع النقطة المئوية. البارحة كان يوم جيد لأسواقنا المحلية في الإمارات، سوق أبوظبي ودبي، خصوصا مع صعود سهم أعمار 9% الذي سأتطرق إلى خبره لاحقا، ولكن بشكل عام ارتفاعه كان قد دعم بشكل عام القطاع العقاري. دانا غاز أيضا البارحة بسوق أبوظبي ارتفعت بحوالي تقريبا أكثر من 10%، لأنه تحدثتنا عن أموال إضافية من المتأخرات لديها في جمهورية مصر العربية، فهذا يعتبر شيء إيجابي. السوق اليوم افتتحت على ارتفاعات ب13 نقطة المئوية. لنلقي نظرة الآن على أسهم المصارف في سوق أبوظبي، بالتأكيد ما زلنا نتابع أبوظبي الأول، إذن ارتفاعات بنقطة ونصف النقطة المئوية، وأبوظبي الإسلامي أيضا ارتفاعات بحوالي 0.6 نقطة المئوية. باقي الأسهم القيادية في السوق، إذن بداية مع دار العقارية اليوم عندنا تراجعات بحوالي 19، كذلك اتصالات 16، ولكن دانا غاز من جديد نسجل مكاسب تضاف لمكاسب البارحة 2 نقطة مئوية، يعني عم تحدث تقريبا في جلستين فقط دانا غاز سجلت البارحة 11% و2، يعني عم تحدث عن حوالي 13% في جلستين فقط. طبعا اليوم سنتابع بالتأكيد الأداء الأسبوعي للمؤشرات الخليجية. إلى قائمة الأكثر نشاطا بالحجم، أين يتركز النشاط في سوق أبوظبي؟ عم نشوف تحرك واضح على دانا غاز بالتأكيد ب تقريبا 16.7 مليون سهم رأس الخيمة، ولكن تراجعات على المستويات السعرية، والدار العقارية كذلك الأمر ورأس الخيمة العقارية. بالانتقال الآن إلى سوق دبي، سوق دبي تداولات لم نشهدها منذ فترة طويلة جدا كانت البارحة، ارتفاعات قوية شهدناها على سهم إعمار الذي كان قد تحدث وقال بأنه طبعا الشركة تعتزم طرح حصة تصل إلى 30% من نشاط التطوير العقاري في سوق دبي. الناتج سوف يوزع على مساهمي إعمار، طرح قد يكون الأكبر من بعد طرح إعمار مولز، فبالتالي شفنا تفاعل إيجابي جدا على سهم إعمار الذي ارتفع بشكل كبير ورفع معه الأسهم القيادية وأسهم القطاع العقاري. يعني شفنا دريك أنسكال عم ترتفع 5% امبارح، أعلى إغلاق منذ الشهر الماضي. أملاك للتمويل ارتفعت 5%، أرابتك ارتفعت ب 2.3%، اليوم مكاسب أيضا على الجلسة بحوالي ربع النقطة المئوية. لنلقي نظرة على قياديات السوق، بالتأكيد ما زلنا نتابع حركة عمار، مكاسب من جديد 0.3 نقطة المئوية إذا على المؤشر، ونعود إلى مستوى